يمكن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر السنة اللي فاتت كان بحضور السيد الرئيس قال إن الأرقام دي هي يعني بتمثل المنحنى في ارتفاعه وانخفاضه، وقال إن حتى منظمة الصحة العالمية بتتعامل مع الأرقام بتحط لها فاكتور إنها ممكن تتضرب في 10 عشان نعرف العدد الحقيقي، لأن دي الناس اللي بتتوجه للمستشفيات. لو إحنا بنتكلم إن إحنا في حدود 2000 حالة فإحنا بنضربها في 10 يبقى إحنا بنتوقع إن إحنا عندنا تقريبا 20,000 حالة كتوقع أو كمنحنى للأرقام. طيب خليني أقول لحضرتك إنه في النهاية الأعداد دلالتها مش بالرقم. الأعداد دلالتها هي هل هناك في تزايد في الإصابات ولا لا. 2100 2200 2300 في النهاية أنت بتنظر إلى الأعداد للدلالة على هل هناك ارتفاع في معدلات الإصابة ولا في انخفاض في معدلات الإصابة. فإحنا بنقول بوضوح أنه دي معدلات الإصابة المترددة على المستشفيات جميعا سواء كانت حكومية خاصة أو غيرها. طب الإصابات اللي بتقعد في المنزل ما بيتمش إعلانها في التقرير، بيتم رصدها؟ بيتم رصدها. عشان كده عايزين الناس تفرق ما بين ما يتم اعلانه في التقرير وما بين ما يتم رصده في المجتمع. لا، احنا في الصحه بنرصد الاصابات سواء كانت منزليه او غير منزليه في اي مكان، لانه في النهايه انت عندك القدره على الرصد المجتمعي وعندك رصد بياتيك مش بس من المستشفيات ولا من البيوت، بيجي لك من كل مكان وليك نقاط بتتحرك للرصد. طيب خليني بس اجاوب على سؤال تاني، وده من الاخطاء الشائعة اللي محتاجة الحقيقة تتوضح. احنا الدلالات الارقام ما بتتخدش يوم بيوم ولا يومين بيومين. يعني لما يبقى عندي من 3 أيام معدلات الوفيات 27 واجي امبارح تبقى رقمه 50 حاجة و50، ده لا يعني ان انا هبقى عندي ارتفاع في معدلات الوفيات، لانه الارقام عشان نحسب الارتفاع او الانخفاض لابد يبقى عندك فترة لا تقل عن 5 أيام استمرار في الزيادات أو استمرار في الانخفاض. لا، الحقيقة أن احنا عندنا انخفاض في معدلات الوفيات بعد مع المتحور الجديد، انخفاض في حدة الإصابة مع المتحور الجديد مع وجود انتشار أوسع، وبالتالي الاحتياج لدخول المستشفيات بقى أقل، وده بدأ يظهر حقيقة بداية من الموجة الرابعة. فمن الخطأ ان الناس تاخد الرقم يوم وتبني عليه استنتاجات. يعني الارقام من وجهة نظر حضرتك يا فندم مقلقة ولا مش مقلقة؟ الارقام مقلقة في ارتفاع معدلات الاصابات، لكنها مش مقلقة في نسب الاحتياج لدخول المستشفيات، ومش مقلقة في معدلات الوفيات. لكن في النهاية يبقى ان دي اصابة بالكورونا. مظبوط. وبالتالي من المهم جدا زي ما بقول كده أن نأخذ جانب الحذر. جانب الحذر ده لمصلحة نفسك ولمصلحة أحبائك ومجتمعك.